كونيكسيون صافي ريح. اسمح لي قبل ما يعني غادي نعاود الحاله ديالها. عاود الحاله كلها كيف هي. اذا تنعتذروا للمتتبعين من خلال هذا المباشر بطبيعه الحال غادي نواصلوا مع الشابه امينه اللي في العمر ديالها 19 عام بسبب صبب ديال الانترنت هنا بستديو ناديه عفوا ناديه اللي كما تشوفوها من خلال هذا المباشر ناديه اللي كانت شابه اللي عايشه الحياه ديالها مع الزوج ديالها كما تشوفوا الان ولات طريحه الفراش بسبب واحد العشوب اللي شربتهم اللي كان انه كانت تعاني من واحد المرض في النبوله ربما انه شي حريقه في النبوله دفعها انها تمشي لعند العشاب انها تاخذ واحد العشوب ولكن ما كانش تظن بان هذا العشوب هيكون السبب ديالها في انه شهرين وهي مرميه في الفراش ما بقاش عندها بنيه عندها عام وشهرين وحالتهم يعني الحاله ديال العائله ضعيفه جدا. نخليو يعني وحده من العائله انها تحكي لنا بالضبط اش واقع الناديه. تفضلي لاله. المهم سيدي حنا البنت كانت في دار ناسها قالت لك ما عندهاش راجلها ما فحالوش يعني راك عارف بلا المراه خدامه مع هاد الازمه نات قالت لي عطيني نشري العشوب لانه البوله ديالها مريضه ليها ومشات شرات العشوب وكلات واحد الكميه كبيره ديال العشوب وبدات صافي السيده بدات كتهبر حالتها البوله ديالها مابقاش كتقدر تمشي للطواليت مابقاتش كتدير وقالت لك كتحس بالصداع في راسها عيطوا لينا قال لنا تجيو تديوها للطبيب جبناها حيت هما ساكنين في القلعه في البرة ديال القلعه ماشي في بالضبط في المدينه صيفطوها لينا جبناها ملي جبناها هنايا ديناها للسبيطار السبيطار مع كانت ديك الساعه النبوله عطيها الصداع طلعت لها سخانه السبيطار ملي وصلناها دخلناها وداكشي هي طاحت لينا تما وهزوها قلبوها لقاو فيها سخانه كيسحب لهم واش فيها هاد الجائحه ما وصلوهاش عطاونا شي دواء قال لك ديوها وكلوها هاد الدواء 7 ايام وردوها لينا ملي جبناها حنايا جبناها عاود لهنايا ودينا للطبيب ما باقيش تنينا دينا لواحد الطبيب الطب العام نعم دوزنا له داكشي قالت لنا راه فيها عندها ميكروب في النبوله هاد العشبه اللي كلات دارت لها ميكروب في النبوله نعم ومهم وقالت لنا خاطاتنا شي دويان وداكشي تبعناهم ليها ولكن البنت غيبات لنا جوج مرات غيبات لنا واحد النهار صافي كانت تسحب لنا واش ماتت جا واحد المحسن هنايا جاب لابيلانس ديناها للسبيطار دخلوها قالنا درنا ليها التحاليل ملي درنا لها التحاليل قالنا راه هذاك الشيء اللي كلات ما بقاش عندها الملح في الدم ديالها ما بقاش عندها البوتاسيوم في الدم ديالها يعني كاع لي فيتامين مشاو ليها هذاك الشيء حرق ليها لي فيتامين. ناديه ما كاين ناديه ما كاين ناديه وملي وسميتو ودرنا ليها الراديو درنا ليها سكانير بين بانه داك العشوب داك الشيء اللي كلات دار ليها الماء في الراس ديالها في المخ ديالها وقالنا راه غادي نهبطوها للتيشوكاج صافي شدوها عندهم واحد 4 ايام وعيطوا ليا حيت انا كنت كنمشي معاها للسبيطار عيطوا ليا قالوا لي تجي تديها ملي خرجوها لينا في واحد الحاله اللي رجليها يعني بحال هكا ما بقاش تقدر توقف عليهم تنهزيناها انا واختها درناها في الكروسه وجبناها لينا جلسات واحد يومين البوله تاعها تنفخات وما بقاش كتخرج ما تدير لا الوضو الكبير لا الوضو الصغير عاودنا رديناها ليهم داروا ليها التيوم تاع النبوله وقالنا ديوها كنقول لهم زعما ديروا لها شي وسائل واش تقدر البنت حنتي يعني البنت بين الحياه والموت ما نعم قالنا لا ديوها راه حنا خفنا لا يكون فيها كوفيد ولا شي حاجه وجبناها للدار ودروك انتم متبعين الدواء تثبت غو دروك هاني تسمع ما قالنا ديوها الطبيب النفساني الطبيب النفساني قال لنا هذه الحاله ماشي ديالك حنا تنشوفوها بان دروك هي ما قادرش تحرك ما تقدرش تيديها مزيطرين
وديرها غير هذاك هذه ديال البوله، كان مره مره كنبدلو عليها. وهذا وراك عارف كدير لي كوش وكدير، راك عارف الحاله كيفاش دايره. نعم تنعرفوا بان قلتي لي بان رجلها طلب معاشه والعائله ضعيفه وعائله حاله ضعيفه. الوالده راهي كارين كارين هذا الدار هذه وترزقوا على الله. الوالده 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 اجي لاله، يعني بينك شنو هو النداء ديالك بالنسبه للمحسنين؟ تفضلي تفضلي معنا، اي تفضلي. علاش يعني بتقولي للناس المغاربه اللي تشوفوك دروك من خلال المباشر تشوفوا ناديه الشباب ديالها ضاع بسبب انه واحد المرض كانت تعاني من ولا وتخدات هذاك الدواء دروك؟ شنو كيفاش تشوفي انت دروك ناديه؟ واش ضاع كنطلبوا من المحسنين يتعاونوا معنا على الدواء اللي يكون شويه.